معك جارك الدكتور حسن، لو سمحت بدي منك نص كيلو موز ونص كيلو برتقان تبعت لي اياهم بالطياره. حابعت لك اياها هلا، بتوصل لي اياهم لعندي على البيت لو سمحت. بالطياره؟ ايه اكيد بالطياره. لا لا ابدا، هلا بتشوف بعينك انه الطياره حتوصلهم على البيت. ما فهمت شلون تعملوا هلا؟ شلون تعملوا؟ هلا عم نطير الطياره، شو فيها هونيك؟ طياره شو؟ شو هاي؟ درون. دليفري يعني لعند الخضرجي؟ ايه دليفري لعند الخضرجي. لوين رايحه هلا السياره؟ خبروني. بتروح لعند الخضرجي. لعند الخضرجي؟ ايه نعم. كرمال؟ غراس، تفاح، موز، شو عم بصير هلا هون؟ هلا اللي عم بصير انه بدنا ننزلها عند الخضار. هلا يعني يا عم تستلموني يا في شيء مش مظبوط، لانه عم بتحولوا اليوم سياره لدليفري؟ اكيد لحتى نخفف الكونتاكت بين العالم كرمال الحجر المنزل. انت الخضار هون عم توديه له؟ ايه عم ودي له، بس هي اول مره بمنطقه السفر، هي اول مره بتصير بلبنان، لأول مرة بتصير إنه طيارة دليفري للخضرة. شو حاملة السيارة؟ خبرني. هاي هاي طيارتك؟ نعم، حاملة كيلو موز وشوية خضرة. خلينا نشوف إذا بنقدر نلحقها. مثل ما عم نشوف طيارة بمنطقة السفرة، مخترع لبناني من ضيعة السفرة، الأخوين القاق. عم نشوف سيارة حاملة موز ورح تروح لعند الجار ليستلمها. هيدا الحدث اتمنى يعني القوى الأمنية والدولة اللبنانية وزير الصحة والكل ينظر له انه هيدا الشاب اللبناني اليوم اخترع. شو ناطر استاذ؟ شو ناطر؟ الله شو هالمشهد، شو عم بصير؟ اشرحوا لي بليز. نحن بظل الحجر المنزلي افتكرنا هيدا الدرون الطائر الطيارة كرمال تنقل الخضرة والمواد الغذائية والمواد الطبية على البيت وما يصير كونتاكت بين العالم للحد من انتشار العدوى. أنجزت الطيارة مهمتها والأغراض وصلوا على البيت من عند الخضرجي على البيت. بالسيارة؟ لا، هاي دليفري، هيدي سيارة دليفري الكورونا، هيدا دليفري الكورونا اليوم مبسوط بالصين بعد عملوا هيك شيء. اليوم بمنطقة السفرة ببعلبك في اختراع رهيب.